ربنا يبارك لها يا رب. ووجود الدكتور اشرف بصراحه يعني رفع من معنوياتي انا من الصبح والله، من اول ما عرفت ان هو جاي ان هو وصل يعني، وانا الحمد لله اتحسنت كمان شويه والله، مش مجامله ده حقيقي. وجوده اول ظهور للفنان احمد ابراهيم بعد اصابته بالشلل وزياره الدكتور اشرف زكي له في الامارات. حرص الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه على زياره الفنان احمد ابراهيم في احدى المستشفيات بالامارات بعد اصابته مؤخرا بالشلل، كما حرص الفنان احمد ابراهيم على اطمئنان جمهوره ومتابعيه على حالته الصحيه، حيث شارك مقطع فيديو ظهر خلاله برفقه الدكتور اشرف زكي، ويعتبر ذلك اول ظهور له بعد اصابته بالشلل. وتحدث احمد ابراهيم خلال الفيديو قائلا: الدكتور اشرف زكي عندي في الامارات، من أول ما عرف الحالة اللي أنا فيها ما سابنيش نهائي من خلال التواصل بالتليفون، وكمان أعضاء النقابة الأستاذة نهال عنبر إيهاب فهمي اطمنوا عليا وما سابونيش. وجود دكتور أشرف زكي رفع معنوياتي من أول ما عرفت إنه جاي، وأنا حسيت إني اتحسنت كتير. وقال دكتور أشرف زكي: كل الفنانين والجمهور وأعضاء النقابة كلهم بيسألوا عليك وبيحبوك، ومنهم منير مكرم عزوز عادل وبيدعوا ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. خالص دعائنا بالشفاء العاجل للفنان أحمد إبراهيم. تعالوا معنا نشاهد الفيديو والفنان أحمد إبراهيم رفقة الدكتور أشرف زكي بالإمارات. الدكتور أشرف يعني هو موجود عندي دلوقتي هو في الإمارات، وهو من أول لحظة من أول ما عرف الحالة المرضية اللي أنا فيها وهو ما سابنيش، من خلال التواصل على التليفون اطمأن عليا دايما، وطبعا أعضاء المجلس أستاذة نهال عنبر وأستاذ إيهاب فهمي والفنان القدير علي كماله اتصلوا بيا واطمنوا عليا، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب، ويبارك لنا في الدكتور اشرف. ان هو بيثبت دايما ان اعضاء النقابه مش اعضاء، لا هم اخواته وابنائه، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. والله كل الناس محدفاني ومش بتسلم عليك، انا مش عايز اوريها تليفوني في يعني اسئله قد ايه، وكلهم اعضاء المجلس كلهم كل الزملاء في مصر وحتى ناس هنا يعني كل الناس الحمد لله يعني الحمد لله رصيد الحب كويس جدا الحمد لله، الناس كلها بتحبك. ويمكن انت قلت ثلاثه ولا اربعه من اعضاء المجلس، لا كلهم والله ربنا يعني يبارك لي فيهم يعني ما عدا منير مكرم يعني ده حبيبي انا عارف ان هو لو قادر كان يجي مع حضرتك كان جه والله. لا طبعا كلهم انا بهزر طبعا، ربنا يبارك لي ايمن عزب وطبعا وعزوز وكلهم وعزوز كلمني كذا مره بصراحه، ربنا يبارك يا رب. الف شكر لكل الناس، وبحمد ربنا على كم الحب ده مع فرشاوي، ربنا يبارك لها يا رب. ووجود الدكتور اشرف بصراحه يعني رفع من معنوياتي انا من الصبح والله، من اول ما عرفت ان هو جاي ان هو وصل يعني، وانا الحمد لله اتحسنت كمان شويه والله، مش مجامله ده حقيقي. الحمد لله وجوده معايا هنا ده دي حاجه كبيره جدا وشرف كبير ليا بصراحه. الحمد لله حبيبي ربنا يخليك، ربنا يبارك لنا فيك. الحمد لله انت كويس زي الفل، الحمد لله على كل حاجه، الحمد لله ربنا ومبسوط لك، الحمد لله الحمد لله. الدكتور اشرف يعني هو موجود عندي دلوقتي هو في الامارات، وهو من اول لحظه من اول ما عرف الحاله المرضيه اللي انا فيها وهو ما سابنيش، من خلال التواصل على التليفون اطمأن عليا دايما، وطبعا اعضاء المجلس استاذ نهال عنبر واستاذ ايهاب فهمي والفنان القدير علي كماله اتصلوا بيا واطمنوا عليا، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب، ويبارك لنا في الدكتور اشرف. ان هو بيثبت دايما ان اعضاء النقابه مش اعضاء، لا هم اخواته وابنائه، ربنا يبارك لنا فيك يا دكتور. والله كل الناس محدفاني ومش بتسلم عليك، انا مش عايز اوريها تليفوني في يعني اسئله قد ايه، وكلهم اعضاء المجلس كلهم كل الزملاء في مصر وحتى ناس هنا يعني كل الناس الحمد لله يعني الحمد لله رصيد الحب كويس جدا الحمد لله، والناس كلها بتحبك. ويمكن انت قلت ثلاثه ولا اربعه من اعضاء المجلس، لا كلهم والله يعني ربنا يبارك لي فيهم يعني ما عدا منير مكرم يعني ده حبيبي انا عارف ان هو لو قادر كان يجي مع حضرتك كان جه والله. وعزوز كلمني كذا مره بصراحه، ربنا يبارك له يا رب. الف شكر لكل الناس، وبحمد ربنا على كم الحب ده مع فرشاوي، ربنا يبارك لها يا رب. عزيزي المشاهد لا تنسى لايك واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد، مع اجمل ورقه تحياتي وتحيات اسس ثقافه ومعلومه. تابعونا